يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل بيتزا من عجينة العشر دقائق. عندي هون خمس كاسات من الطحين، انا اخذت هاي الكاسة عيرت فيها، انتو الكاسة اللي بتكون تستخدموها خلوها معيار لكل شيء. عندي كاستين مي نفس الكاسة كمان، نص الكاسة زيت، هذا زيت نباتي مو زيت زيتون، بس الاضاءة عندي انا شوي تعبانة فمبينة غامقة شوي. عندي هون معلقة صغيرة، معلقة الشاي بس صغيرة هالقد ملح، ومعلقتين هاي معلقة أنا استخدمتها، معلقتين من الخميرة، ونفس المعلقة كمان سكر، وثلاث معالق من حليب البودرة. هلأ حليب البودرة هذا فيكم ما تستخدموه، بس عن تجربة أنا ملاقية وقت بحط حليب البودرة بتطلع العجينة ولا أروع من هيك، وإذا ما استخدمتوه كمان العجينة ظريفة، بس اذا بدكم تستخدموا رح تلاقوا الفرق وتلاقوها سلسه كتير معاكم. هاي هي كل المكونات، هلا رح نخلطهم ونبلش شغل. هلا العجينه هاي مثل ما بتعرفوا انتم اكيد الاغلبيه بيعرفها، هي عباره عن مرحلتين، رح احط كاستين من الطحين، هاي كاسه، ورح احط كاسه ثانيه من الطحين، واترك الباقي على جنب. بحط السكر والخميرة وحليب البودرة، بخلطهم مع بعضهم شوي، والمي طبعا اللي بدي استخدمها أنا لازم تكون مي دافية، بحط كاستين المي كاملين. طبعا هلا العجينة رح تكون معنا سائلة، بحركه لحتى يرجع يصير الطحين مثل المي، بحركهم كلهم هيك بهالشكل هذا، بس دابو او نحلو منيح، بغطيها وبتركها 10 دقائق. شايفين هذا قوام العجينة؟ هلا انا بغطيها وبتركها 10 دقائق، وبنروح بنعمل مع بعض نجهز الصوص اللي بدنا نستخدمه للبيتزا. هاي المكونات اللي عندي انا اللي رح احطها للبيتزا، انا بما اني رح اعملهم صغار فانا مقطع الفلفلة بشكل صغير، والبصل، وحتى الزيتون، وبارشه الجبنه. عندي رح اقول لكم المكونات هلا، 3 معالق للصوص يعني اللي نحن بدنا نستخدمه هلا، 3 معالق من رب البندوره او دبس البندوره، عندي هون تقريبا 3 معالق زيت زيتون، هذا زيت زيتون مو نفس الزيت اللي حطيته قبل شوي، وعندي الملح والثوم والفلفل، هدول هن الصلصه اللي نحن رح هلا نساويها على النار. اما باقي المكونات فهو اختياري، انتم شو بتحبوا تحطوه. انا حاطه هون نقانة، حاطه جايبه جبنه، هاي جبنه اشقوان اللي رح استخدمها انا اليوم، وبصل مفروم انا ما كترت لانه مو الكل عندي بحب احط معه بصل، فححط على قسم واترك قسم، زيتون اسود او اخضر مثل ما بتحبوا، وطبعا اهم شيء اللي هو الزعتر، ورق الزعتر، هذا اللي بيعطي النكهة الطيبة للبيتزا. هلا رح ناخذ نعمل الصلصة ونكفي شغل بعدين بالعجين. مقلاية رح احط زيت الزيتون، طبعا بصير بزيت عادي بس هذا بلاقي انا اطيب، وقال لي الثوم شوي صغيرة، الثوم طبعا انا ودقيته وحطيت له شوية ملح حتى تنتبهوا للملح، يعني ما شرط نقلي كتير بس هلا شوي ليحمى شوي بس الزيت، قلبوا هيك شوي صغيرة. ورح حط دبس البندورة والملح والفلفل، وقلبهم كلهم مع بعضهم شوي صغيرة بس كمان لحتى ياخذ شوي دبس البندورة طعم التقلاية هيك شوي. أنا ما كترت لأنه بدي أعمل قسم شوي صغيرة زعتر للأولاد بحبوها، فما كترت الصلصة، أنتوا قد ما بدكم بتكتروها للصلصة. هلا بنحط كمان كاستين مي تقريبا، نتركهم لحتى يعقدوا. هلا شايفين كيف صار؟ هذا هو كثافته، ما تخلوها اسمك من هيك لانه رح تنشف هلا هي بالفرن وقت بدكم تحطوها. رح احط قسم من الزعتر كمان شوي معه،
واترك الباقي رشهم وقت بدي احط المكونات كلها على الفطيره. هلا اذا انتم البصل ما بتحبوا تحطوه كمان ني على البيتزا على العجين يعني، ممكن تقلوهم شوي مع الثوم وبتحطوه. هلا هيك صارت عندي انا الصلصه هاي جاهزه، رح نروح نكفي شغل بالعجين. هاي العجينة عندي أنا بعد ما تركتها هالعشر دقايق، شايفين كيف بلش طلع ثقوب هيك بهالشكل هذا، بتكون اختمرت. هلا بنصير بنضيف الطحين شوي شوي وبنعجن. الطحين دائما نضيفوه على مهلكون، يعني احتمال ما ناخذ نحن كل الثلاث كاسات، أو احتمال ناخذهم وزيادة فوقهم شوي صغيرة، فأنتوا دائما حطوا شوي شوي واخلطوه لحتى تتشكل عندكم العجينة. رح أحط هلا أنا نص الكمية تقريبا بالشكل هذا، وحط الملح والزيت، خلي شوي صغيرة بس لحتى نلم فيها العجين، وبعجنهم. بضل بنزل بالطحين شوي شوي بعجن لحتى تصير عندي العجينة متجانسة. كامل الطحين اللي عندي انا هلا انا طالعت عجنت على الطاوله. الصراحه لقلكم شغله، رشيت بس هيك شويه طحين بايدي وكملت عجنه، بس بدي لكم هيك بتدعكوها بهالشكل هذا لحتى تصير عندكم عجينه ظريفه. هلا هيك عجينتنا صارت جاهزه، انا بس هلا بدي امسح الطاولة وجيب اغراضي ونكمل شغل. هلا انا رح اخذ قسم من العجينة اشتغل فيها، رح اعلمكم طريقتين، رح احط شوي من الطحين حتى اشتغل فيهم. طبعا الدغري نحن رح نشتغل فيها، هلا اما تاخذوا بتعملوها بهالشكل هذا، يعني هي لانه مشان السرعة بتعملوها راس كرات هيك صغيرة، هذول ثلاثة هلا بكفوا رح اجيكم كيف. اما بتعملوها هيك بهالشكل هذا، وانتو اذا اللي بحبها سميكة نستخدم كاسة نضغط عليها بهالشكل هذا هيك بتكون جاهزة. اذا بتحبوها انتو العجينة تكون سميكة، في ناس بحبوها سميكة وفي ناس بحبوها تكون ارق من هيك. هلا هاي ناخدها بنحط عليها شوي من الصوص، ما تحطوه على الاخير يعني بتتركوا مسافة. هذا البصل انا رح احط كمان، انا قطعتهم ما قلتلكم ناعمين لحتى احط كميات قليلة، بحط الفليفلة قد ما بتكون الكمية، والزيتون، وبرش شوي من الزعتر، وبحط بالاخير عليها الجبنه. انا دهنه الصاج عندي شويه زيت باخذها، طبعا هو اذا افضل اذا انتم اشتغلتوها دغري مباشره بالصاج بهالشكل هذا شكلها اذا بتكون تعملوها سميكه. هلا رح نعملها بطريقه ثانيه، هلا رح نعمل الطريقة الثانية اللي هي بدنا نفرد العجينة، نفردها بالشوبات. السماكة اللي انتو بدكم اياها، هاي اذا بتحبوا تعملوها ارق من اللي انا عملتها بالكاسة، نعملها بهالشكل هذا. بنقطعها دوائر الحجم اللي بدكم اياه كمان انتو، يعني هاي البيتزا هاي الصغيرة خرج المناسبات، يعني اذا عندكم اعياد ميلاد او عزائم ممكن تعملوها بهالشكل هذا.
هلا بدي لكم العجين هذا لما بدكم تستخدموه اتركوه شوي على الجنب قبل ما تستخدموه. هلا انا راح احطه دغري مباشره على الصاج لانه اسهل للشغل. بعمل نفس الطريقه اللي عملتها قبل شوي، بس بدي لكم نصيحه، وقت تكون تعملوا السميكه لا تحطوه بنفس الصاج لانه هاي بتكون ارق. بنحطها كمان هيك، بنعمل نفس الطريقه اللي عملناها قبل شوي. هلا فيكم انتم تحطوا، راح اقول لكم بس هلا بنحط البصل هيك والفليفله وكمان بحط وبحط الجبنه وبعدين بحط الزيتون هالشكل. لازم لمون هدول هلا لانه بيحترقوا بالصينيه. طبعا انا هاي ما حخليها هون، راح احطها بصاج لحالها. بحط السجو او انتم جايبين فطور او اي شيء، وبحط الزيتونه على الوجه. يا اما هيك بتعملوها يا اما مثل ما عملناها قبل شوي. هلا انا بنهيهم كلهم وبرجع لكم. هلا انا انتهيت منهم، هدول اللي انا عملتهم سماك وهدول الرقاق. باخذهم وبحطهم بالفرن على درجه حراره 200، اما بتشعلوه من تحت ومن فوق سوا او بتشعلوه من تحت وبعدين بتحملوه من فوق. الطريقتين بصيروا التنتين ظابطين. الكميه اللي طلعت عندي انا لسه في عندي صاجين ثانيات غير هدول، يعني انتم بتحبوا تسوون كلهم بيتزا او تحبوا تسوون غير شيء، تحطوا زعتر، تحطوا جبنه قشقوان، اي شيء يعني بتحبوا تسوون. هلا رح نحمرهم ونرجع لكم. انا طالعتهم هلا من الفرن، هدول اللي عملتهم سماك وهدول الاصغر شوي، وعندي كمان صار هذا الصاج ثاني، وفي هن طلعوا 4 صاجات ولسه في واحد بالفرن. هلا بتركهم بس ليبردوا لاقدر اقيمهم كلهم سوا وبرجيكم كامل الكميه. هاي البيتزا بعد ما انتهينا منها طلعوا معي تقريبا 60 وحدة. انا ساويت كامل الكمية صراحة، كل العجين. انا قلت لكم رح ساوي زعتر بس ما عملتون. شايفين كيف طرية؟ هدول السماك اللي انا عملتون بالكاسة، شوفوا من ورا كمان كيف موديلها، هذا هو شكلها. شوفوا العجينة قديش ظريفة، وهدول الارق شوي كمان طرايا بيكونوا، شايفين كيف؟ رح ارجيكم اياها كمان من ورا كيف، هذا هو شكلها. اتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم، واذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.